رقم 2 هاي ابراهيم هاي لعبتي بيان ما الحظ مشى معك بحيث عن طريق حجاجة زارنا في المنتصف تاع الجزء الثاني صافا ولا نقولوا في بدايته ومن بعد البنك اعطاك عدة عروض كامل مالية اللي يعطوك رسالة ويقول لك ربما عندك حاجة محترمة في العلبة تاعك انا نظن باللي شيء منطقي هو الخصم تاعك واضح ومن بعد كي زاد رفع العرض تاعو من 27 مليون تلك خطرات طلعها ل 48 حب يحطك في الموقف اللي معروف معتاد عليه مش يعطيك حتى رساله 48 مليون قلتها لك الا كان عندك مليار سنتيم بصح الا كان عندك الفراك هاي بصح انت واش جيتي ديري تلعب والبنك على باله بنت جيت تلعب على باس دونك تلعب 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 لوجيك ما تقدرش تنتمي على حتى حاجه مي مالوغوزمون ما عندكش مليار سنتيم في العلبه تاعك صح ما عندك على تندمي ما عندك على واش تندمي تيجي تتلعبي وهذا هو اللعب 10 دينار في العلبة تاعك صبرينا خير بقى العارح شكرا لك